يعني في الحقيقة أبطال قهروا المستحيل وأثبتوا أن الأحلام لا تسقط أبدا بالتقادم. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من خلال الأستاذ محمد عادل، رئيس لجنة كرة القدم للساق، الواحدة اللي معانا على التليفون. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير يا أستاذ محمد، زي حضرتك. يعني ألف مليون مبروك الأول لأبطالنا اللي قدروا اللي هم يجيبوا الميدالية البرونزية، لكن عاوزين نعرف من حضرتك بقى التفاصيل. أعتقد النجاح ده كان وراه مجهود كبير. أولا ألف شكر لحضرتك والبرنامج. إحنا ابتدينا بالظبط، دخلنا معسكر من شهرين، تكون من شهرين، وجبنا مدرب تركي هو من المدربين الأوائل في تدريب هذه اللعبة، والحمد لله عسكرنا الشهرين دول وجينا البطولة والاختيارات كانت من ضمن 30 لاعب، وإحنا خدنا 15 لاعب بس منهم، اللي سافر معانا أوريدي 13. والحمد لله كانت بطولة قوية جدا، احنا أول مرة نشارك في بطولة رسمية، والحمد لله يعني اللي احنا حققنا المركز الثالث بعد فوز على فرقة كبيرة، يعني رواندا فرقة كبيرة جدا زينا، احنا الوحيدة اللي ذهبنا منها، وكانت دي تاني أول العالم وأول أفريقيا، وفريق كله محترف بره، فاحنا قدرنا نوصل للإنجاز ده. طبعا بنبارك لحضرتك مرة تانية، ولما يكون دي أول مشاركة في بطولة دولية ونقدر نحقق هذا المركز ده طبعا في حد ذاته إنجاز كبير جدا. بس خلينا أعرف من حضرتك، الاستعدادات أو التأهيل كان لأبطالنا كان شكله عامل إزاي؟ كمان أهم المواجهات اللي هم خضوها. احنا بقى الله يبارك في حضرتك الاول يا فندم، احنا التأهيل كله كان جه في الشهرين دول، وكنا معسكرين فعلا في المعسكر، ما يعني الولاد ما روحوش ثلاث اربع ايام بس كده، وفضلوا الوقت كله مع المدرب في المعسكر ما اتحركوش خالص، كان تركيز قوي جدا من الولاد ومن المدرب بصراحه، والولاد كانوا عايزين يجوا يعملوا حاجه في اول بطوله ليهم، والناس ابتدت تحبهم، فالناس كانوا عايزين يعملوا حاجه، والحمد لله هم اجتهدوا جدا في البطوله، بطوله قويه جدا جدا، فرق قويه جدا، والحمد لله ان هم وصلوا للمركز ده. يعني احنا كنا حلمنا الاول طبعا، لكن احنا قابلنا غانا في نص النهائي، وغانا فرقه قويه جدا جدا طبعا. يعني فرقه قويه عندنا جامد، فالحمد لله احنا اتغلبنا في فرق واحد بس، وفي اخر دقيقتين في الماتش، فالحمد لله اللي احنا اللي وصلنا له ده. الحمد لله طبعا، واعتقد يعني اول بطوله واللي احنا نجيب فيها برونزيه وثالث، ده انجاز وانجاز جديد بيضاف لابطال مصر تحديدا في كره الساق الواحد. لكن عاوزين نعرف الاستعدادات بقى للبطوله من امتى، وازاي تم تكثيف التدريبات تحديدا علشان يكونوا اللعيبه في مستوى لياقي عالي، يقدروا اللي هم يواجهوا زي ما حضرتك قلت يعني المصنفين عالميا. احنا انا بقول لحضرتك اللي احنا ابتدينا من شهرين فقط، احنا دخلنا المعسكر من شهرين فقط. احنا الشهرين دول هم التركيز الكلي لهذه البطوله. واحنا التركيز ده احنا ما كناش بنبص للبطوله دي اصلا. احنا عشان الحمد لله احنا خدنا هنعمل بطوله افريقيا شهر 4 2024 في مصر. وده برضه انجاز تاني ان مصر تاخد اول، مصر لسه تبقى مبتدئه في اللعبه وتعمل بطوله افريقيا عندها. هو تركيزنا كله مش على المركز الثالث او البطوله دي، احنا تركيزنا كله كان ان شاء الله على بطوله شهر 4 ان شاء الله، لان احنا ما ينفعش نبقى في مصر وما ناخدش البطوله. هو التركيز الاكثر هيبقى بعد البطوله دي، يعني احنا التركيز الحمد لله كان قوي جدا عشان نوصل للمركز ده. نعم. عشان نعرف الناس ان في فرقه مصر لكره ساق قدم، ساق واحده فرقه قويه جدا، وهنعمل بطوله افريقيا في مصر، فده انجاز تاني اللي احنا نعرف نقنع افريقيا ان هي تدينا الاتحاد الافريقي اللي هو يدينا البطوله في مصر، ده انجاز تاني. احنا تركيزنا ان شاء الله كله على بطوله افريقيا شهر 4 باذن الله في مصر. باذن الله كل التوفيق. بس استاذ محمد حضرتك، خليني ارجع لنقطه حضرتك ذكرتها انه دي اول بطوله دوليه لابطالنا. عايز اعرف من حضرتك يعني هل عشان نأهل اللاعبين ان هم يقابلوا منتخبات اخرى ومنتخبات قويه، هل كان في مباريات وديه قبلها؟ ازاي ده حصل؟ لا احنا ما عملناش مباريات وديه خالص. يعني احنا يعني دي كانت اول مواجهه. اي مباراه وديه؟ اول مواجهه دي كانت
رواندا اول مواجهه لينا في مشوار الكوره. تهيل. بعد طب التجمع وبعد المدرب وبعد الناس دي كلها. تهيل طبعا، يمكن ده خلينا نقول ان هو ضاعف التحدي اكيد. نعم افندم، يعني لو حضرتك سامعني بقول لحضرتك انه ده ضاعف التحدي بكل تاكيد، بس خلينا نعرف برضو منك يا فندم اعمار اللاعبين المشاركين في البطوله بتتراوح من سنه، من سن كام لسن كام تقريبا؟ احنا عندنا من 17 سنه ل 26 سنه. هايل. وعلى فكره احنا عندنا لاعب زاهر ده كان هداف البطوله. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، يمكن انجاز بكل تاكيد كبير ان كان تنظيم هذه البطوله في مصر او حتى فكره انه ابطالنا يقدروا يحصدوا ميداليه برونزيه في اول مواجهه دوليه ليهم، ده انجاز كبير جدا. وزي ما احنا دايما بنتكلم يا احمد، هي فكره انه هي الاعاقه هي الحقيقيه عقد الفكر. صحيح، يعني دي حقيقه، واحنا دايما خلينا نقول ان ابطالنا الحقيقه المصريين طول الوقت قادرين ان هم يفاجئونا، طول الوقت قادرين ان هم يقدموا نجاح. فكره ان انت اللي انت موجوده فيها لمنحه وتقدري ان انت تخرجي بره يعني اي عقبات موجوده وتحققي انجاز وميداليه برونزيه في اول بطوله وثالث، اعتقد ده انجاز مش سهل يعني. بكل تاكيد. يعني على اي حال كل التوفيق ليهم طبعا.